احيانا بتجيلنا نفس الرساله من اكتر من حد، وساعات تلاقي بوست مثلا على فيسبوك بيلف على الناس كلها والكل معجب بيه وبيعمل له شير، وتلاقيه كله معلومات دينيه او تفسير لايه قرانيه او لاي كلمه في القران الكريم. ف يعني لما بلاقي الموضوع كبر وبقى كتير بيتعمل له شير كتير، ببعت بقى لحد من شيوخنا الافاضل البوست ده عشان اعرف ايه مدى صحته او دقته. زي مثلا في مره انتشر كلمه مثوى، الناس كلها قررت انه الكلمه دي تخص النار فقط وما ينفعش نقول اللهم اجعل مثواها الجنه، وبقوا يحذروا تحذير شديد، والبوست ده لف على الناس كلها. فلما سالت شيوخنا الافاضل قالوا لا، كلمه مثوى تقال على الجنه وتقال على النار ومعناها واضح وما فيهاش لبس. اما الرساله اللي هنناقشها النهارده في حلقتنا هي رساله اتكلمت عن الايه الكريمه ويمنعون الماعون، والرساله اللي جت كالاتي. قال لك ايه؟ قال لك ويمنعون الماعون ده موضوع مهم جدا ممكن نكون بنعمله بدون فهم او وعي. فمثلا ويمنعون الماعون دي مثلا ممكن تنطبق على ايه؟ على زوج عايز يكرم زوجته واولاده، فاهله يقولوا له لا ده كفايه عليها كده، مش لازم تصرف كل ده، هي مصاريفها غير مصاريفنا، فالزوج يمسك عليهم ويقلل المصاريف. حد ناوي يخرج صدقه لوجه الله فتقول له بدون بينه وبدون ما تتحقق من الشخص ده لا 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 انا مش مستريح للناس دي، فيشك فيهم ويغير رايه. واحد مثلا جاي له زياده في مرتبه فنقف له فيها، لا مش لازم نزود له. زوجة نفسها تجيب هدية لزوجها ولما تيجي تستشير حد مثلا من أصحابها أو تستشير أمها فيقول لها مالك مرمية عليه قوي كده ليه، فتخليها ما تجيبلوش حاجة وتتغير معاه. أب عايز يشتري لبنته عربية عشان يصونها من أذى الطريق، لا لا الولد أولى، لا وتجيب للبنت عربية ليه في السن ده. اتنين اخوات بيسعوا في الخير والبر، يعني نقول لا ده بيغير منك، لا ده مش عارفه فلان بيحسدك. ناس بيعاملوا الست اللي بتشتغل عندهم كويس ويجي ضيف يشككهم يقول لهم ايه ده انتم مدلعينها، انتم بتعاملوها كده ليه، فيبتدي يعملها معامله سيئه بعد ما كانوا طيبين معاه. كل دي امثله موجوده في الرساله. واحد بيتقدم لواحده فاللي حواليهم لا يدخلوا بقى يزوق النميمه وكده فيبوظوا لهم الجوازه والموضوع يتقلب لحسد وكده. احنا بقى عايزين نعرف هل الكلام ده صحيح ام غير صحيح؟ هل الكلام ده فعلا من تفسير الآية الكريمة سورة الماعون ولا لا؟ هنسأل فضيلة الشيخ احمد الصباغ اللي منورنا. ازاي حضرتك النهارده؟ ربنا يحفظ حضرتك يا رب. صل على الحبيب. قلبك يطيب عليه افضل الصلاة والسلام. توكل على الله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء، ومرحبا بكم في برنامجكم اسأل مع دعائك وصل على الحبيب. اللهم صل وسلم. قلبك يطيب. صلى الله عليه وسلم. شيء عجيب قوي لما نلاقي أن ربنا جل جلاله في القرآن يسمي صورة كاملة باسم غريب ألا وهي صورة الماعون. الماعون. ما فكرتش حضرتك والسادة المشاهدين معانا ايه هو المعون؟ المعون اما اللي هو الوعاء اللي بناكل فيه. تمام كده؟ حتى يقولوا ايه؟ نغسل المواعين. صح، كلام جميل. يا اما من الاعانه والعون. ان انا بعاون غيري من باب وتعاونوا على البر والايه؟ والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والايه؟ والعدوان. فلما ربنا يلفت نظرنا ويسمي صوره باسم المعون، لا لازم نقف مع كلمه المعون. شوف الصوره بتقول أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت دي إما بصرية يعني أنت شفت، يا إما علمية أعلمت، أو أنا أقول لك بقى من باب العجب يعني أرأيت الذي يكذب بالدين. يكذب بالدين يعني يكذب بالقيامة ويكذب بالحساب ويكذب بالإسلام. مين هو اللي بيكذب بالدين يا دعاء هانم؟ الشيء العجيب ان الانسان يعتقد اللي يكذب بالدين ده الذي لا يصلي، الذي لا يصوم، الذي لا يزكي، الذي لا يقرا القران، الكافر بالله. لكن العجيب ان ربنا بدا هنا بصفات يعني سبحان الله ملفته للنظر. ارايت الذي يكذب بالدين؟ ما جابش صلاه ولا صيام ولا زكاه في الاول. اول حاجه فذلك الذي يدعو اليتيم. قسوة قلب ولا يحض على طعام المسكين. لا يتعاون في فعل الخير. وبعدين يجي رقم ثلاثة فويل للمصلين، غير منضبط في الصلاة، الذين هم عن صلاتهم ساهون لا يحافظون على الصلاة، والذين هم يراؤون. خدي بالك بقى، بيفعل الأفعال للناس لا لله. ويمنعون الماعون، لا يعاون ولا يتعاون مع الناس. زي ما قالوا كده، ما عاش من عاش لنفسه.
الشيء العجيب يا فندم ان الصوره ديت انا مسميها صوره جبر الخواطر. الصوره دي اسمها صوره جبر الخواطر. يعني ايه؟ يعني ربنا لما اتكلم عن التكذيب بالدين ما قالش اولئك الذين لا يصومون ولا لا يصلون، لا، فذلك الذي يدع اليتيم. خدوا بالك كلمه يدع من ايه؟ دعه، من كلمه دعنا، امشي من وشي. خدي بالك ما قالش الذي يمنع اليتيم او يترك اليتيم او يترك اليتيم. يدع يعني هو بيعطيه ويباركه ويهتم بيه، الا انه بيكشر في وشه، ما بيديلوش ابتسامه طيبه. ده معناها؟ اه ده معناها. ولذلك يا فندم انا فاكره يدع اليتيم يعني ما يسالش فيه. لا، المعنى الاقرب للصواب ان انا اعطيه واهتم بيه ولكن بدون ابتسامه، بدون، لان اليتيم يا فندم محتاج مشاعر ومحتاج دفء ومحتاج حنان ومحتاج كلمه طيبه اكتر من الفلوس.